مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذه التغطية المفتوحة. نتحدث فيها اليوم عن جهود الدولة المختلفة لإيصال التنمية الشاملة والمستدامة لكل فروع الحياة وفي كافة محافظات الجمهورية. أيادي العمل والبناء لا تتوقف أبدا في أي بقعة من بقاع مصر، حتى أقصى جنوب مصر وأقصى حدودها وحتى أقصى أطرافها من الأربع جهات الأساسية. مصر بالتحديد تولي أهمية كبيرة لسيناء، وتحديدا بتولي أهمية كبرى، بتعمل على تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية في هذا الجزء الغالي من أرض مصر. مشروعات تنموية عدة أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة، تطرقت إلى مناح عدة منها الإسكان والطرق والأمن الغذائي وتنمية منطقة قناة السويس. جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل إعادة تعمير سيناء من جديد وفتح آفاق كثيرة لمشروعات مختلفة، وكذلك تمكين أهالي سيناء من العمل وممارسة حقهم الطبيعي في أن ينالوا من نصيب الخير الكثير في سيناء الحبيبة شمالا وجنوبا. حديثنا اليوم عن سيناء وأيادي البناء والتطوير في سيناء، ونتابع من خلال هذا التقرير المزيد عن عمليات التطوير في سيناء. كانت التنمية في أرض سيناء تسير بخطى متواضعة قبل القيادة السياسية الحالية، وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا منذ عام 2014 وإلى عام 2023 للتنمية في أرض الفيروز من خلال إطلاق العديد من المشروعات، كان أهمها البنية الأساسية القوية اللازمة للتنمية. مشروعات البنية الأساسية التي بدأتها الحكومة في سيناء كان منها الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ. وآخر المشروعات التي تم الإعلان عنها كان إطلاق مشروع تنموي على الأرض لكل مناحي الحياة بتكلفة قدرها 350 إلى 500 مليار جنيه على مدار 3 إلى 5 سنوات. وقد اهتم الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بفتح سيناء على الدلتا من خلال عدة أنفاق وكباري ومعابر ومد الطرق وتوسعة ميناء العريش ومطار البردويل. وهناك العديد من المشروعات التي لمست المواطن السيناوي بشكل مباشر وأثرت على تنمية حياته، منها زراعة 500 ألف فدان وإنشاء المدن الجديدة واستغلال المناطق السياحية والمشروعات المحجرية لاستغلال المواد الخام بأرض سيناء، إضافة إلى مشروعات المواد الغذائية. ولأرض سيناء طبيعة مختلفة عن باقي المحافظات، فهي أرض مباركة ارتوت بدماء الشهداء وعرق الجنود المصريين، كما أنها تتمتع بخير كبير لم يتم استغلاله إلا في عهد الرئيس السيسي. وقد تم مراعاة بناء المدن الجديدة وفقا لطبيعة المعيشة للمواطن السيناوي بعد أن لوحظ بناء العديد من القرى منذ 20 عاما وعزوف السيناويين عنها لأنها لا تتناسب مع طبيعتهم. وجدير بالذكر أن الحكومة قامت بالتواصل المباشر مع المجتمع السيناوي ومعرفة متطلباته ومواصفات السكن الذي يتناسب مع طبيعته والصناعات التي يمكن أن تقام هناك، ما ساعد على وجود ربط بين ما يحدث على أرض الواقع وبين أهل المنطقة. من جديد مرحبا بحضراتكم. وعن جهود الدولة في تنمية سيناء شمالا وجنوبا ينضم إلينا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور وليد جبلة. أهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ دينا، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم. ايادي العمران والبناء تنتشر في ربوع مصر المختلفه، وسيناء لها نصيب كبير من هذا البناء وهذه التنميه على مستويات مختلفه، ولكن كيف تتابع حضرتك خطه التنميه في سيناء؟ وهل هذه الخطه تتميز بميزات خاصه بحكم طبيعه المنطقه، ام انه ما يحدث في محافظات مصر المختلفه كذلك يحدث في سيناء؟ وطبعا المواطن المصري يعيش خلال سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع التنمية العادلة، التنمية التي تساوي ما بين الريف والحضر، ما بين المدينة والقرية، ما بين الشمال والجنوب، ما بين سيناء والساحل الشمال الغربي. أيدي التنمية وصلت إلى كل مكان. بالنسبة لسيناء، التنمية في سيناء ليست مشروعا اقتصاديا وفقط، ولكنه مشروع استراتيجي ومشروع أمن قومي. أتحدث عن الجانب الاقتصادي وما يرتبط به من أمور اجتماعية. محاولات التنمية في سيناء في الماضي كانت اجتهادات محدودة تركز على بعض القطاعات مثل القطاع السياحي، إلا أن نموذج التنمية الحالي في سيناء هو نموذج أكثر تطورا، أكثر شمولية وتكاملية، بيراعي العيوب التي
واجهت المشاريع السابقة في محاولات تنمية سيناء. نحن الآن أمام مشروع للتنمية تكلف تكلفة كبيرة جدا لم يكن القطاع الخاص قادر على تحملها، كان لابد للدولة أن تتصدى إلى تلك التنمية. قامت الدولة من خلال هذا المشروع بالإجراءات التي تساعد القطاع الخاص على العمل. قامت بربط الوادي والدلتا بسيناء بستة أنفاق متكاملة خلاف السكك الحديدية والمعديات والكباري، مما أدى إلى تقليل زمن المرور. ثم انطلقت في تطوير المحاور الطرق ما بين سيناء بحيث تكون هناك فرصة لنقل المواد الخام وربط المواد الخام بمناطق التصنيع بموانئ التصدير التي تم تطويرها أيضا بصورة كبيرة جدا. ثم انطلقت الدولة في كل بقاع سيناء، نجد هناك تنمية زراعية في الشمال انطلقت بتكلفة، يعني لما بنشوف محطات معالجة المحسمة وبحر البقر وكيف أنه سيتم استخدامها في الزراعة في سيناء، سيناء السلام والزراعة في الشمال عموما، ده كان شيء مهم جدا لتنمية الشمال في المجال الزراعي ومجال الزراعة السمكي. ثم ننتقل إلى 50 مشروع في الشمال طبعا. العريش والتطوير الذي يحدث في العريش وربطها بطابة من خلال خط سكة حديد يعتبر مشروع قومي مهم جدا، ليس لسيناء فقط ولكن يؤثر في حركة المرور في المنطقة بالكامل. عندما نذهب إلى الوسط نشاهد التعدين وكيف أن التعدين أصبح مهم جدا في مشروعات الرخام و استغلال الثروة التعدينية في سيناء. الجنوب أيضا والقطاع السياحي لم نكتفي فيه بالتنمية التي حدثت سابقا، ولكن تم إضافة منتجات سياحية جديدة كالمتحف في شرم الشيخ وتطوير منطقة سانت كاترين. إجمالا أنا بشوف أن الدولة كمان كانت مهتمة بأنها تحسن معيشة المواطن السيناوي وتحسن المعيشة في سيناء بإجمالا حتى تكون منطقة جذب سكاني للمواطنين في الوادي والدلتا. حدثت نقلة كبيرة جدا في تطوير القطاع الصحي وتطوير القطاع التعليمي، افتتاح جامعتين، دعم المصانع لكي يكون هناك مصانع، هناك زيادة في الطاقة الانتاجية لمصنع الأسمنت في الشمال، إنشاء مناطق صناعية للقطاع الخاص في 4 مناطق وست موانئ. هذه المنشآت تكون قادرة على تشغيل المواطن السيناوي وجذب عمالة من الوادي والدلتا. المواطن الآن في سيناء لديه خدمات الغاز الطبيعي، الكهرباء، الصحة، الإسكان. جهود الدولة في مجال الإسكان كانت جهود كبيرة جدا، سواء في الإسكان التقليدي أو حتى البيوت التي تتناسب مع طبيعة المواطن السيناوي. التنمية تنمية متكاملة، لا توجد وزارة من الوزارات ليس لها مشروعات في سيناء. هو اللافت الحقيقة دكتور وليد هو فكرة العمل في هذه المشروعات بالتوازي، يعني أصبح للدولة فكر جديد ونهج جديد في التعامل مع ملف التنمية، أنها لا تقتصر على فرع واحد أو عنصر واحد من عناصر التنمية، ولكن طبعا طبقا لكل محافظة وما تحتاج إليه وما يتناسب مع مقوماتها بكل تأكيد. إنما اللافت وهنا في سيناء، طالما أنه حدثنا عن سيناء، إنه اللافت أن الدولة اتخذت أسلوبا أو طريقة متوازية، فكما أشرت سيادتك كان هناك تنمية على مستوى الطرق، على مستوى البنية التحتية، على مستوى الإسكان، القطاع الصحي، القطاع التعليمي، وكذلك القطاع السياحي. ونحن كذلك بصدد افتتاح مشروع التجلي الأعظم، هذا المشروع الأهم في منطقة جنوب سيناء تحديدا في سانت كاترين بإذن الله. فهذا النهج جديد، وبالتأكيد أنه هذا النهج ليس فقط لكونه مدروسا، ولكن أيضا تبعاته الاقتصادية وعوائده الاقتصادية بالتأكيد ستكون مفيدة ليس فقط لسيناء ولكن لمصر جميعا. هو طبعا فكرة الاستراتيجيات التنمية بتنقسم إلى اتجاهين، اتجاه بيتحدث عن التنمية يعني التي تركز على قطاعات محددة تكون قاطرة للتنمية، والتنمية الشاملة المتوازية. احنا موجودين في مصر كان عندنا مشكلة في التمويل وعندنا مشكلة في استخدام أدوات التمويل الدولية، وأن يكون لدينا طموحا وأن نعترف ونشعر بقدراتنا الحقيقية في تحقيق أحلامنا. الدولة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هي دولة طموحة وقادرة
الأمر لم يبدأ إلا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان بقرار السيد الرئيس في نوفمبر 2016. هذا البرنامج الذي عزز من مالية الدولة ورفع من ثقة المؤسسات الدولية وكيانات الاستثمار فيها في العالم بالكامل، وهو ما ساعدها على جذب التمويل الكافي لبناء مشروع تنمية متوازية في كل أنحاء الجمهورية. هذا لم يمنع أنه في البداية كان هناك قطاعات قاعدة للتنمية مثل قطاعات الإسكان والغاز الطبيعي والسياحة والبترول والغاز وغير ذلك، ولكن لما بنشوف مسارات التنمية في مصر بنشوفها مسارات متوازية. مسارات التنمية في سيناء لا يوجد قطاع لم يحدث فيه فيه تطوير، يعني حتى امتدادات الوادي والدلتا. يعني أنا لما بشوف الجامعات الحكومية في محور قناة السويس هي تنشئ جامعات أهلية في داخل سيناء، بنشوف الارتقاء بالصحة، زيادة الفصول التعليمية، اهتمام بالمطارات ورفع كفاءة 6 مطارات في الطور وطابة وشرم الشيخ والعريش وبورسعيد. ده مشروعات طبعا مشروعات كبيرة جدا، مشروع احياء العائلة المقدسة، وده مشروع مهم جدا لسيناء واللي تم تخصيص له نحو 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار. وكما ذكرت محور قناة السويس الاقتصادي او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتأكيد هي ايضا ذراع مهم من اذرع التنمية في سيناء. طبعا هو تم دمج مشروع تنمية قناة السويس مع مشروع تنمية سيناء في مشروع واحد، بحيث ان الموانئ اللي هيتم تطويرها، يعني يعتبر ميناء العريش جزء من تطوير محور قناة السويس. بالتالي فان عملية التطوير هي عملية متكاملة. خلي بال حضرتك، انا عايز اكد ان هذه التنمية وهذا التطوير مرتفع التكلفة جدا. احنا صحيح. لدينا المنطقة ميناء شرق بورسعيد والمناطق الصناعية التي يتم تأسيسها في هذه المنطقة، طبيعة الأرض تتكلف التكلفة لم يكن يتحملها القطاع الخاص. النهاردة وبعد كل هذه الإنشاءات القطاع الخاص مدعو للتفاعل، مدعو لكي يقوم بدوره. احنا كتير كنا بنقول أين القطاع الخاص، وكان يتحدث عن أنه سيناء منعزلة، أنه سيناء تحتاج إلى بنية تحتية كبيرة، أن سيناء تحتاج. اليوم سيناء لا تحتاج إلى شيء إلا العمل، فأصبح القطاع الخاص مدعو إلى أن يكون أكثر تفاعلا مع جهود الدولة في تنمية سيناء، ويكون له دور أكبر وأكثر فعالية في هذا الاتجاه. بس يبدو دكتور أنه بما أنه الدولة أخذت هي الخطوة الأولى في تنمية سيناء بتمهيد الطرق وبناء بنية تحتية وتطوير القطاع الصحي والإسكاني والتعليمي والمرافق الأساسية الخاصة بالحياة وبسبل الحياة في سيناء، لو لم تكن الدولة اتخذت هذه الخطوة أو أخذت هذه الخطوة كان من الصعب بمكان أن يدخل القطاع الخاص ويتحمس لأن يساهم بالدعم في هذه المشروعات. أيضا المواطن السيناوي بشكل عام والمواطن المصري في كل أرجاء مصر، يعني صحيح أنه تحمل عبء كبير مع الإصلاح الاقتصادي في 2016 كما يشير حتى السيد الرئيس في أكثر من مرة أن المواطن تحمل الكثير مع هذا العبء الاقتصادي وعبء الإصلاح الاقتصادي، لكنه رأى بأم عينه ما يحدث على الأرض من إصلاحات مختلفة. رأى أنه حينما تحمل قليلا تكلفة وفاتورة الإصلاح الاقتصادي إلا أنه وجدها في مرافق مختلفة وفي طرق وفي بنية تحتية وغيره. فالنهاردة أصبح المواطن، وهذا جديد بالمناسبة على الذهنية المصرية، أصبح لديه ثقة بحكومته. هذا الأمر كان مفتقد في السابق، يعني لم يكن هناك مساحة من الألفة ما بين المواطن والحكومات بشكل عام، لكنه في الحكومة الحالية، في القيادة الحالية، في الرئاسة الحالية يجد أن هناك صدق، يجد أن هناك تصميم، تخطيط، دراسة، منهج علمي في التعامل مع ملفات مختلفة. فأتصور أنه كل هذه الأمور الجديدة في تناول الملفات المختلفة هي من شجعت المواطن على أن يكون مشارك وفاعل، وأن يكون كذلك العاملين في قطاع الأعمال ورجال الأعمال بشكل عام يساهمون بشكل قوي في برامج الإصلاح جنبا إلى جنب مع الحكومة. هو طبعا كل الثقة في شخص السيد الرئيس صاحب قرار الإصلاح الاقتصادي، الذي لولا ثقة الشعب به ولولا ثقته في الشعب لما تقبل الشعب وتحمل عناء الإصلاح الاقتصادي. تلك الثقة التي تتزايد مع الأيام رغم صعوبة التحديات ورغم المشكلات والصعوبات التي تأتي من الخارج، إلا أن جميعنا متحدين وجميعنا
متوحدين تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي من خلال هذه الرئاسة ارتفع سقف الطموح المصري بصورة كبيرة جدا، وأصبحت الخطط والأحلام واقع على الأرض. عندما أتحدث مع حضرتك الآن عن التنمية نتحدث عن مشروعات قائمة وليست مشروعات على الورق أو على الخطط. هناك أنفاق نمر منها بالفعل، هناك طرق نسير فيها بالفعل، هناك جماعات أبنائنا موجودة فيها بالفعل، هناك مستشفيات، هناك واقع حقيقي ليس في سيناء وحدها ولكن في كل أنحاء الجمهورية. هذه التنمية التي أشادت بها كافة المؤسسات الدولية، هناك إشادات من الأمم المتحدة، الإيكونومست، البرامج الأمم المتحدة المتعددة، مجموعة أكسفورد للأعمال، وكالة أمريكية للتنمية الدولية، الكثير من المؤسسات التي أشادت بمشروع تنمية سيناء، إشادات كبيرة جدا، ولازال الأمل ولازالت الأمل كبيرة ولازالت الطموحات كبيرة في استكمال مسار التنمية خلال السنوات القادمة. نعم، كل الشكر لحضرتك دكتور وليد جابالله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. كان دائما السيد الرئيس يقول أنها جمهورية الحلم، ولكن الحقيقة مع السيد الرئيس هي جمهورية الواقع. أصبحنا نلمس في كل شبر من أرض مصر أيادي التنمية والبناء. وإذا كان حديثنا اليوم عن سيناء فنستقبل أيضا عبر الهاتف ضيفنا الكريم دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسن مهدي. الحقيقة إلى أن يعود إلينا دكتور حسن، أهالي سيناء شمالا وجنوبا ضربوا أروع الأمثال في المشاركة السياسية وفي الانتماء والولاء لهذا الوطن من خلال مشاركتهم الواسعة في الانتخابات الرئاسية التي كانت منذ أسابيع قليلة وفاز فيها السيد الرئيس بولاية ثانية. كانت مساحة المشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية من أهالي سيناء شمالا وجنوبا شيء يدعو للفخر، وهذا ليس غريب أو جديد على أهالي سيناء الذين في كل المواقف أثبتوا هذا الانتماء وهذا الولاء لأرض الوطن. وتابعنا طبعا بالتأكيد الجهود الكثيرة التي عملها وقدمها أهالي سيناء حتى من أبنائهم ومن أرواحهم ومن جهودهم حينما كانت مصر تقوم بعملية شاملة في سيناء لتطهيرها من الإرهاب. يعني الحقيقة كان جهد مهم جدا أن بأهالي سيناء وهذا ليس غريب. يعود إلينا من جديد ضيفنا الكريم دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس. اهلا وسهلا دكتور. مساء الخير على حضرتك والمشاهد الكريم. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. حدثنا اليوم عن سيناء وايادي التطوير في سيناء، والحقيقه انه من الصعب حصر ما تم على ارض سيناء وما هو قادم من اعمال تطوير لسيناء، ولكن لو تحدثنا عن فكره الطرق وفكره النقل وفكره الانفاق وفكره كل سبل التسهيل على المواطن كي يصل لسيناء ولا يشعر ان سيناء بعيده عن مصر، لا يشعر ابدا ان هناك مسافة طويلة. وأستخدم هنا الجملة الجميلة لسيادة الرئيس، مسافة السكة، يشعر أن القاهرة شرم الشيخ أو القاهرة العريش ليست بعيدة. فأتحدث هنا مع سيادتك عن ما تم على مستوى الطرق والبنية التحتية والنقل بشكل عام لتطوير سيناء. يعني هو شبكة الطرق وشبكة النقل، خلينا نقول المصطلح الأعم والأشمل، شبكة النقل والمواصلات من 2014 كانت قائمة اهتمام الدولة إيمانا بالدولة بأن وجود بنية أساسية قوية وشبكة مواصلات قوية هي الداعم لمشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها. وبالتالي اشتغلت الدولة على إنشاء مجموعة من المشروعات للنهوض بقطاع النقل. لو اتكلمنا عن إقليم سيناء اللي بيشمل شمال وجنوب سيناء وبيشمل مدن القناة الإسماعيلية بورسعيد السويس، هذا الإقليم بالرغم من أنه لا يمثل مساحة جغرافية كبيرة بالنسبة لإجمالي مساحة مصر اللي بتصل إلى 1,200,000 كيلو متر مربع كإجمالي مساحة جمهورية مصر العربية، إلا أن مصر رصدت لهذا الإقليم مليارات كثيرة تجاوزت 275 مليار لتطوير شبكات النقل في هذا الإقليم. وده كان بعد يعني رؤية بعيدة المدى من الدولة ومن القيادة السياسية لأهمية هذا الجزء، لأنه هو البوابة الشرقية لمصر، وإعمار شبه جزيرة سيناء هو الضامن لاستتباب الأمن بشكل مستمر. طبعا
ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة مجهود فوق الإعجاز لتطهير البؤر الإرهابية اللي موجودة، ولكن يلي ذلك لابد أن يكون هناك ملحمة من الإعمار، لأن العمران بكافة صوره هو الضامن لبقاء هذه المنطقة آمنة، وحتى لا تكون مطمع لأي جهات يعني عايز أقول مغرضة. وبالتالي فكانت الدولة عندها بعد نظر، والقيادة السياسية كانت بتدعم مشروعات تعمير إقليم سيناء، شملت هذه المشروعات في قطاع الطرق عدد من المشروعات القومية اللي منها أنفاق قناة السويس 2 شمال الإسماعيلية و2 جنوب بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي 2. فده خلى أن أنا بنتقل من إقليم سيناء أو من شبه جزيرة سيناء إلى أي منطقة أخرى، بدل ما كنت بستنى بالأيام عشان أنقل مواد خام عشان ما كانش فيه غير المعدية، دلوقتي في 23 دقيقة أقدر أعبر القناة من خلال الست أنفاق اللي موجودين. وبالتالي عندي بقى في عندي ربط قوي، لأن شبكات نقل قوية معناها ربط قوي، يبقى أنا بطبق الوصول السريع، والوصول السريع يمكن ده ينطبق عليه المثل اللي أنت قلتيه مسافة السكة، علاوة على أن كمان الإعمار بقى هو الأهم. مسافة السكة مهمة لكن الإعمار هو الداعم، فبنلاقي أن عندنا يمكن بالأمس القريب كان وزير النقل بيتحدث عن اتفاق ما بينه وما بين وزراء النقل في كل من العراق والأردن وبعض الدول لوجود خط ربط بري. القاهرة كيب تاون وغيرها من المشروعات. لا القاهرة كيب تاون ده حضرتك ده يعتبر أسيوط الغربي، ده بعيد عن شبه جزيرة سيناء. لا أنا أقصد يعني خطط وزارة النقل بشكل عام، يعني لا أقصد هنا. لكن أنا بتحدث عن إقليم سيناء. إقليم سيناء احنا عندنا حضرتك يعني أول دير العبد العريش وصولا إلى طابة، والخطوط الحديدية من شرق بورسعيد لبير العبد مرورا بالعريش ووصولا إلى ميناء طابة البحري، كل هذه الأمور وتطوير موانئ العريش، كل ده حضرتك مشروعات تنموية عملاقة الدولة أنفقت عليها مليارات كثيرة بهدف أن يكون في عندي ما يسمى بالتنمية المستدامة، يبقى في عندي تبادل تجاري ما بيني وما بين الأردن والعراق ودول الجوار الإقليمي، يبقى في عندي صناعات قيمة مضافة، يبقى في عندي مناطق صناعية وأنا أريد عندي مصانع وعندي مواد خام في شبه جزيرة سيناء، يبقى كل هذه الأمور بتتكامل في منظومة واحدة من أجل أن أنا يبقى في عندي فرص عمل، يبقى في عندي عايز أقول إعمار، بمعنى أن أنا لما ألاقي كشباب لسه متخرج وبيلاقي فرص عمل، بيلاقي نقل تكنولوجيا، بيلاقي مصانع حديثة، فبيروح وبيشتغل وبينتج وبيثبت وجوده. وبالتالي هذا ما فعلته الدولة في محافظات الجمهورية بشكل عام، وإقليم سيناء كان لي عايز أقول لك نصيب أكثر شوية، وأنا كنت ساعتها مبسوط أن الدولة بتهتم بهذا الإقليم لأنه هو بعد أمن قومي بالإضافة إلى أنه هو بعد تنموي. صحيح. وبالتالي ما حدث في هذا الإقليم وما حدثت من مشروعات ليست فقط على مشروع قاصرة، على مشروعات الطرق، عندنا مناطق لوجستية، عندنا محاور تنموية، عندنا خطوط سكة حديد، عندنا تطوير لميناء العريش، عندنا تطوير لميناء طابة البحري، كل هذه الأمور لما يبقى في عندي كل المشروعات دي بتشتغل في آن واحد، لم نكن نرى ذلك في العقود الماضية، لأن ما كان يقدم لقطاع النقل في العقود الماضية كانت بمثابة مسكنات لا ترقى لكونها حلول متكاملة. ويمكن المواطن العادي لما كان بيلاقينا بنعمل عدد من الأنفاق 2 شمال الإسماعيلية و2 جنوب بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي 2 كان مستكثرهم وبيقول ليه. لما يبص للأوضاع الإقليمية دلوقتي وما يحدث، لا هي مش ليه، ده كان المفروض أن أنا أعمل أكثر. طبعا كانت ضرورة وكان هناك رؤية مستقبلية وقراءة للمستقبل، وعايز أقول حكمة من الدولة والقيادة السياسية ودعم من القيادة السياسية ووجود إرادة سياسية ومتابعة من رئيس الجمهورية لما تم من مشروعات في شبه جزيرة سيناء. طبعا ناهيك بقى عن مشروعات أخرى، تنمية زراعية وجزء من أراضي الريف المصري والمليون ونص فدان ومستقبل مصر موجودة في إقليم سيناء، لما نتحدث كتنمية زراعية، لما نتكلم برضو عن استغلال الموارد الطبيعية، وعندنا الرمال البيضاء اللي بيصنع منها بعض أشباه الموصلات اللي بتستخدم في صناعة الإلكترونيات، لما يبقى دوما بدل ما كنت بصدر الكلام ده كمواد خام يبقى في عندي صناعات على أرض مصر ونقل للتكنولوجيا، يبقى أنا تزود من القيمة المضافة وبيعود بالدخل الفائد العائد على الاقتصاد المصري، وبشغل مصريين وبنقل تكنولوجيا، كل هذه الأمور مجتمعة، بالإضافة إلى أن خلق مجتمعات صناعية عمرانية زراعية في سيناء كما أشرت هو الضامن لبقاء هذه المنطقة
بعيده عن الارهاب، لان الارهاب بشكل عام بيبعد عن الغمران. صحيح. فلما يكون في عندي انا، لما يبقى عندي مصنع، لما يبقى عندي مزرعه، انا هحافظ عليها وهفديها بروحي. بالاضافه الى ان المصريين اصلا متعلقين بهذه المنطقه، ما فيش بيت في مصر الا لما فيه يعني ذكرى لشهيد او مصاب من سنه 48 لحد دلوقتي. كام حرب خاضتها مصر، ومصر من ايام حتى عايز اقول لك الفراعنه، وكان البوابه الشرقيه ليها، ويمكن طبعا ويمكن سمعنا في التاريخ عن حروب خاضها احمص وغيرها، كان كل ده من خلال حمايه المدخل الشرقي لجمهوريه مصر العربيه. قدرنا ان احنا في موقع استراتيجي جغرافي، قدرنا ان احنا عندنا ما حولنا كله ملتهب سواء في الجنوب او في الشرق او في الغرب، وبالتالي كان لابد ان يكون عندي تنميه، يكون عندي وسائل مواصلات. وسائل المواصلات دي عايز اقول لك مش بس بعد تنموي، انا قلت بعد امن قومي دون التفكير، لانه ممكن يفسر الكلام دون اكثر مني المتخصصين في التحليل الاستراتيجي والعسكري، لكن انا بقول ان احنا عملنا بنيه اساسيه كانت ضروريه، ولم يكن هناك شيء اتعمل بدون لازمه، ولم يكن شيء اتعمل على سبيل الرفاهيه. مسافة السكة برضو لما نتكلم على طريق القاهرة شرم الشيخ الجديد، لما نقول ان احنا في خلال 4 ساعات من القاهرة او اقل كمان اقدر ان انا اكون في مدينة شرم الشيخ، طريق على احدث ما يكون من معايير الامان والسلامة المرورية، بسرعة تصل الى 120 كيلو متر في الساعة بمعايير امان ساهمت يعني المشروع القومي للطرق وما تم من تحسين للبنية الأساسية، ساهم في الحد من معدلات الحوادث بنسب تتراوح من 25-40% بإحصائيات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبالتأكيد دكتور حسن، يعني جودة الطرق وجودة وسائل النقل هي تعني في المقابل أو تساوي مال أو تساوي اقتصاد، يعني هي المسألة ليست رفاهية. طبعاً تساوي مال واقتصاد، واللي ما تم هي اصول، والاصول دي انا عشان كده احنا دلوقتي داخلين على مرحله اداره الاصول، اللي هي احنا استثمرنا في قطاع النقل ما يزيد عن 1.7 تريليون، وبالتالي لابد من الحفاظ على هذه الاصول. زي لما عشان نبسطها للمشاهد الكريم، لما بتشتري عربيه جديده لو ما كنتيش هتعملي الصيانات الدوريه وتحافظي عليها هتلاقيها بسرعه بتبوظ ومعدل التلف فيها بيبقى اعلى، فاحنا بنعمل بعض برامج لاداره الصيانه سواء في شبكات الطرق او في شبكات السكة الحديد او النقل البحري او خلافه. وما تم كان زي ما قلت لحضرتك بمثابة هي الاساسيات التي يبنى عليها انشاء جمهورية جديدة، هي الاساسيات التي تساهم في جذب استثمارات داخلية وخارجية، لان انا كمستثمر عندي عايز اقول مرادفات كتيرة، بشوف انت كمصر بتعرضي عليا ايه، وهل في دول الجوار الاقليمي بتعرض عليا مميزات اكتر، مش بس مجال البنيه الاساسيه كطرق، لا كهرباء، ميه، صرف، برضه التعامل الضريبي، الكلام ده. يمكن احنا سمعنا عن الرخصه الذهبيه ودوله رئيس الوزراء بيمر بنفسه بيشوف المصانع اللي تم انشائها وهتنتج ان شاء الله في فبراير 24. عندنا الكلام ده كله في قص عمل، الكلام ده كله فائده للاقتصاد المصري، عائد للعمله الصعبه، توفير كمان ان انا بدل ما كنت بستورد دون، احنا عندنا كمان عايز اقول لك العائد المباشر لقطاع النقل ان انا بشغل 2.2 مليون مهندس وموظف وعامل وفني، بالاضافه للصناعات المغذيه، انا بصنع فلنكات السكه الحديد في مصر، بصنع اقطاب السكه الحديد في مصر، كل ده ما كانش موجود، وده كان برضه بدعم وتوجيهات من الدوله والقياده السياسيه بضروره توطين صناعه النقل. اما ما تحدثت عنه حضرتك من محور القاهره كيب تاون، فجزء منه هو طريق اسيوط الغربي. صحيح. وده الدوله عملت فيه مجهود كبير جدا. ويمكن كانوا سموه زمان طريق الموت، النهارده بقى من افضل الطرق اللي موجوده. صحيح. ومفيش محور اتعمل في اطار المشروع القومي للطرق الا ما كان له جدوى فنيه واقتصاديه وتقليل من الحوادث والانبعاثات. كل الشكر ليك يا فندم دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق والنقل بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. وأيضا من ضمن الأذرع الهامة من أذرع التنمية في سيناء كان القطاع الزراعي، الذي أورت له الدولة اهتماما كبيرا وقدمت له الكثير من الدعم وشقت له الترع واستصلحت الكثير من الأفدنة على أرض سيناء شمالا وجنوبا. للتعليق أكثر ينضم إلينا دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة. أهلا وسهلا دكتور محمد. نقدر نقول أنه القطاع الزراعي في سيناء تحديدا هو درة التاج ما بين ما قامت به الدولة من مشروعات تنموية في سيناء. الحقيقة أنها للزراعة تحديدا والقطاع الزراعي أفردت مساحة كبيرة من الدعم ومساحة كبيرة من المال ومساحة كبيرة من حتى التفكير والتخطيط للقطاع الزراعي وتنميته في سيناء. كيف ترى جهود الدولة لدعم الزراعة والقطاع الزراعي في سيناء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية
خلينا نتكلم على نظرة الدولة المصرية لسيناء زراعية. أنا بتكلم ناحية زراعية. أراضي سيناء في معظمها تقع في حيز مناخي مهم جدا، وهو حيز مناخ البحر الأبيض المتوسط. رقم واحد. رقم اثنين، أراضي بكر لم تلوث، أراضي في وفي أماكن قريبة جدا من الموانئ والطرق إلى آخره. فده كانت النظرة العامة للدولة المصرية إلى أرض سيناء، وبالتالي كانت الإجراءات التي قامت بها الدولة يمكن في إجراءات للمرة الأولى اللي يكون فيها هذا الاهتمام الكبير جدا. والاهتمام هنا مش مجرد يعني تصريحات في الصحف أو الإعلام، لا، ده اهتمام كلف الدولة مئات المليارات من الجنيهات. فهنا نعرف إن أكبر محطتين حتى الآن، محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، محطة المحكمة بقدرة مليون متر مكعب يوم، ومحطة بحر البقر بقدرة حوالي 6.5 مليون متر مكعب يوم، بالأساس هذه المحطات موجهة لضخ مياه معالجة نظيفة تماما إلى شبه جزيرة سيناء لاستصلاح ما يزيد عن 400 ألف فدان، وهذا رقم ضخم جدا جدا بالمقارنة في الأراضي اللي مزروعة في سيناء من مئات السنين. إن أنا أضيف هذه الرقعة الزراعية الكبيرة، ده معناه ان كان في وادي اخر جديد زراعي سيكون في شرق مصر في سيناء في كل هذه الاراضي، استيعابا لكل اهالي سيناء واستيعابا للمحافظات القريبه كمان بالنسبه لفرص العمل. وبالفعل يعني لو في زياره للاراضي المزرعه في سيناء، سواء المزرعه بالمانجا او بالعنب او بمحاصيل اخرى، هذه محاصيل موجهه للتصدير وباعلى جوده ممكنه. وبالتالي كان توجه الدوله ان يكون هناك مصدر مياه خاص في سيناء، لن يكون على حساب الأراضي المزارعة في الوادي والدلتا. وبالتالي كان القرار أن يكون إنشاء محطتين معالجة مياه شرق زراعة. ده رقم ده البند الأول. البند الثاني، وإحنا بنتكلم دلوقتي في فرق كاملة تقوم بحصر وتصنيف الأراضي في كل المناطق المستهدفة بالتنمية الزراعية. خلي بالك إحنا مش مجرد نختار أرض لها نزرعها، لا، بيبقى في دراسات مهمة جدا، دراسات الحصر والتصنيف و أصابت التأثير المحصولية المناسبة للمناخ والطبيعة الأرض وللغرض من الزراعة، سواء تصدير أو استهلاك محلي إلى آخره. وبالتالي كل هذه الدراسات كانت خلال الفترة اللي فاتت، بالإضافة طبعا لإنشاء ما يسمى بالتجمعات التنموية ومراكز الخدمات الإرشادية، ودي تم إنشاء 18 تجمع تنموي في سيناء وثلاث مراكز خدمات تم إنشاء فعليا لخدمة كل المناطق الزراعية. ويمكن ده نموذج حتى يتريد، يعني النموذج ده مش موجود في اي مكان في الجمهوريه غير في سيناء، نموذج ان يكون تجمعات تنمويه متكامله وفي القلب منها مراكز ارشاديه متطوره لزراعه الصحراء. يعني هي فقط هذه المراكز الارشاديه لتوجيه النصح والارشاد للمزارعين في الاراضي الصحراويه، زي ما قلت لحضرتك ده مش موجود في اماكن كتير زراعيه في مصر. نعم دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك. وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسلام. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عاطف. أتحدث لو تسمح عن يمكن السادة الضيوف عبر الهاتف وفي اتصالات سابقة على حضرتك تحدثوا عن أوجه مختلفة للتنمية في سيناء، ولكن ما يعنيني ربما بشكل خاص هو تنمية الإنسان، وهذا أيضا ما يعني وما هو في رأس القيادة السياسية من أنه لسنا فقط نفتتح مجموعة من المشروعات التنموية، ولكن التنمية في البشر هي عنصر أساسي ومهم لضمان نجاح ما تم من أوجه تنمية أخرى. والحقيقة أنه ما يتمتع به أهالي سيناء اليوم من وعي حقيقي، ما لعبته الأحزاب لدعم وتقوية الوعي والانتماء داخل أهالي سيناء شيء بديع، ما رأيناه من مشاركة سياسية في الانتخابات الرئاسية شيء يحترم. فلو تحدثنا عن المواطن السيناوي الآن كيف تراه، وكيف تراه متقبلا مشاركا فاعلا في برامج التنمية التي تقام في سيناء اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت الدوله المصريه ومنذ ان تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان الهدف الاساسي او من ضمن الاهداف الاساسيه والرئيسيه على اجنده الرئيس هو العمل على التأهيل البشر بجوار او جنبا الى جنب مع التأهيل كل نواحي الحياه الاجتماعيه، تغيير وجه الحياة في مصر بشكل كبير، يبدأ من المواطن ويبدأ مع المواطن ويبدأ بالمواطن المصري.
كانت أول قضية بتشغل القيادة السياسية المصرية رئيس عبد الفتاح السيسي هو الوعي، هو الوعي إزاي نستحضر الوعي الجمعي بالنسبة للمصريين، إزاي ننمي هذا الوعي، إزاي نعرفهم المخاطر المحدقة بالوطن في هذا التوقيت الدقيق اللي كان هو اللي في سبب الرئيس عبد الفتاح السيسي 2014 وبعد 4-5 سنوات كانت مرت بمصر يعني بشكل صعب جدا من قبل 2011 وما تلاها من احداث. كان اول معركة واهم معركة في هذا الشأن هي الارهاب، دحر الارهاب سيناء، وازاي نقنع المواطنين السيناويين بالمشاركة في هذا المشروع المهم جدا هو دحر الارهاب، وازاي تقبلوا هم انفسهم كمان هذا الدور ولعبوه بشكل محترم جدا، لان صحيح. ده تاريخ سيناء كله تاريخ وطني، تاريخ القبائل السيناوية وتاريخ العواقل وتاريخ المواطن السيناوي هو تاريخ وطني مشرف منذ الحروب الخمسة اللي مرت بها مصر، وكان سيناء هي الساحة الرئيسية في هذا الموضوع. الإجراءات الأمنية تقبلها المواطن السيناوي بفضل رحب ومشارك فيها، المشاريع اللي كانت بتعمل على يعني خلق مساحات آمنة برضو تقبلها المواطن السيناوي بفضل رحب وشارك فيها. صحيح. مشاركة المواطن السيناوي نفسه احنا شفنا ده يمكن حتى في الدراما اللي اتعملت خلال السنتين الثلاثة اللي فاتوا أبرزت الحقيقة الدور المهم اللي قام بيه أهالي سيناء حماية لأرضهم وانتماء لها. كل التحية لحضرتك ضيفنا الكريم عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ عاطف عبد الغني، شكرا جزيلا، وكذلك كل الشكر لضيوفنا السابقين على الهاتف ولمتابعة حضراتكم بالتأكيد عن هذا الملف الهام، ملف التنمية في سيناء، هذه التنمية التي تسير بشكل متوازن على مراحل متوازية وبشكل متوازي في أفق مختلفة، منها السياسي، الصحي، التعليمي، الأمني والزراعي، وكافة الخدمات المختلفة أو الفروع المختلفة للتنمية التي تقوم بها الدولة بمشاركة القطاع الخاص وبمشاركة أيضا أبناء سيناء الذين هم جزء أصيل من أي عملية تنمية تقوم في سيناء. كل التحية لحضراتكم، إلى اللقاء.